بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي المشاهدين ومشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة الكرام مع حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وعنوان هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام سوف يكون مرض النقرس أو ما يعبر عنه بداء الملوك. حياكم الله سماحة الشيخ الله أحمد دريس، إن شاء الله بكم. بخدمتكم. الله يحفظكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. كما عودنا السادة المشاهدين، أول سؤال يكون السبب للابتلاء بهكذا أمراض، نعم، ومرض النقص في هذه، نعم، الحلقة. قبل لا ندخل في السبب في قضية الأسباب مرض النقرس، نذكر أنه النقرس هو ورم ووجع في مفاصل الكعبين، نعم، وأصابع الرجلين، يعني تصير بالرجلين بالمفاصل، وهو يسمى بداء الملوك كما، نعم، عبرتم عنه. إن النقرس هو من الأمراض الحارة، فإذا نحن نقدر نتخذ قاعدة أهل البيت نداوي الحارة بالبارد. يعني، نعم، إذا كان هذا المرض هو من الأمراض الحارة فإذا العلاج يكون بماذا؟ بالبارد. بالبارد. فإذا بحسب التجربة وطب الأعشاب يتولد من كثرة الأكل، نعم، يعني بالأخص كثرة أكل اللحم. يعني أن كثير ما رأوا أن هذا اللي يكثر بأكله ما يراعي في قضية الأكل ممكن يبتلي بهذا المرض، وهو من الأمراض الحارة. الآن حينما نرجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، نرى أن أهل البيت عليهم السلام يذكرون العلل للابتلاء بهذا المرض. أولا، العلة الأولى الجمع بين البيض والسمك. يعني يأكل بيض ثم يستتبع أكل البيض بماذا؟ بأكل السمك، نعم، في آن واحد. يعني أنه في آن واحد يأكل منا بيض ثم يأكل السمك وتجتمع في المعدة، هذا الإنسان يبتلي، ممكن أن يبتلي بهذا المرض، صحيح، أو يسبب الأرضية للابتلاء بهذا المرض. ولذا جاء في الرسالة الذهبية للإمام الرضا عليه السلام: واحذر أن تجمع بين البيض والسمك في المعدة في وقت واحد، فإنهما متى اجتمعا في جوف الإنسان ولد عليه النقرس، نعم، مو بس النقرس، والقولونج والبواسير ووجع الأضراس. يعني هذان الأمراض هم تجي، ولهذا أحد الأمراض اللي في حين ما تجمع البيض وتجمع السمك تبتلي مو بس بالنقرس، تبتلي بالبواسير، تبتلي بالقولونج، تبتلي بوجع الأضراس. كما أن تعرفون أن البيض له منافع كثيرة، لكن جمعه مع السمك ممنوع، جمعه مع اللحم، لحم الأحمر، فهو من المحبذ، يعني يقوي الإنسان، يدفع الضعف عن الإنسان كما ذكرنا أو سنذكر إن شاء الله. في قضية جمع البيض مع اللحم، اللحم الأحمر، فلا إشكال، لكن جمع البيض مع اللحم الأبيض وهو لحم السمك فهنا يولد إشكال. لكن بالمناسبة كما عودنا المشاهدين، كما كلما نذكر علاج أو نذكر أحد الأطعمة لابد أن نذكر شيء من خصوصيات تلك الأطعمة. الآن نحن عندما نأتي إلى قضية البيض، البيض له منافع كثيرة، احنا ما ننكر منافع البيض، لهذا أنت وقت تجي إلى البيض الذي ورد عن روايات أهل البيت هو يشتمل على البروتين وبعض الفيتامينات وهو يشبه اللحم، نعم. ولهذا عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم قال، ذكر عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه ذكر البيض فقال: أما إنه خفيف يذهب بقرم اللحم. يعني إذا الإنسان عنده اشتياق كثير لقضية اللحم ممكن في بعض الأحيان يسد مكان اللحم البيض، يجي ويأكل البيض، ممكن الإنسان يعوض بأكل اللحم. ممكن أكو ناس من الفقراء ما يملكون من الأموال حتى دائما يأكلون اللحم،
بدل أن يأكل دائما اللحم يسد فراغ اللحم بماذا؟ بالبيض. بالبيض. نعم. ولهذا من هذه الناحية هو له منافع كثيرة. البيض هو أحد البيض هو علاج قلة النسل. لهذا ورد أن نبيا من الأنبياء شكى إلى الله قلة النسل في أمته أو قلة الولد، فأمره أن يأكل البيض ففعلوا فكثر النسل فيهم. ما شاء الله. بس شلون يستخدمها؟ خلي يستخدمها على طريقة الإمام الصادق سلام الله عليه. شلون؟ يجيب لك فرد بيضتين مثلا، وتجيب لك بصل صغير الحجم، لا صغير لا كبير، يعني متوسط، بيض أبيض، البصل أبيض يصير، وبعد وزيت الزيتون، يعني تجي تثرم البصل وتخلي بالزيت لحظاتها، يعني ما يتغير يكون مثل بعض العوائل يجون بشكل يقلون البصل بحيث لونه يتغير، هذا بعد ما بفايدة، كلش لحظات لحظات، وإذا أنت تخلطهن معا وتخليهن على نار هادئة لحظات وترفعها، يعني بعدها مو مطبوخة البيضة كاملة وترفعها، هذا جدا نافع لقلة الأولاد. شخص اللي يعاني في قلة في ضعف في النطفة فيفعل بهذه الوصفة التي وصفها الإمام الصادق لشخص كان يعاني من هذا من هذه العلة. نعم. فإذا توصيات، أولا صفار البيض أخف من بياضه كما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وبعد تجي إلى صفار البيض يهضم الطعام ما شاء الله. كما ورد عن رواية الإمام الرضا سلام الله عليه. بعد ورد الأمر بأكل البيض مع البصل، لأن هناك من التقارير العلمية تقول بأن إذا الإنسان أكل البيض مع البصل يدفع عن نفسه مضرات الدهن المضر الذي يكون في البيض. نعم. هذا الدسوم المضرة التي تكون في البيضة أنت تدفعها بواسطة البصل. نعم. فإذا لا تأكل البيض بدون البصل، كون يصير ويا بصل. وبعد ورد الأمر بأكل البيض مع اللحم، لكن ما هو لحم السمك، إنما لحم الأحمر، لحم الأحمر. نعم. الغنم، لحم الغنم. كذلك عوارض البيض وأضراره في الغالب تأتي من الإكثار. نعم. يعني إحنا وقت نقول أكل البيض مو أن 24 ساعة أنت يومية مدمن على الأكل البيض، هذا ممنوع، إنما يولد عندك الأمراض. نحن نقول أنه كل شيء خرج عن حده انقلب إلى ضده. ولهذا ورد عن أمة أهل البيت عليهم السلام قال كثرة أكل البيض وإدمانه يورث الطحال، الصيب بالطحال، وبعد وريحا في رأس المعدة، تسبب مشاكل في المعدة، نفخ يصير في رأس المعدة، وبعد والامتلاء من البيض المسلوق. نعم. إيه هذا البيض المسلوق يورث الربو، الربو يعني ضيق في النفس، وهذا معروف عند العرب. وبعد والابتهار، الابتهار يعني هو انقطاع النفس، كأنما النفس الإنسان ينقطع حينما الإنسان يكثر من أكل البيض. ولهذا عليكم بالبيض لكن لا تكثرون من أكل البيض. الآن نحن عندما ذكرنا قضية البيض، بعد من جملة الأمور التي كما ذكرنا أن جمع البيض مع السمك يولد النقرس، السبب الثاني لإيجاد النقرس هي قضية الجمع بين اللبن والنبيذ المسكر. المسلمين ما يفعلون هذا الشيء، لكن هذا ما ورد في روايات أهل البيت سلام الله عليهم. جاء في البحار اللبن والنبيذ الذي يشربه أهله إذا اجتمعا ولد النقرس والبرص. نعم. يعني إذا اجتمع اللبن الحليب، هسه هذول بعض الناس الفساق اللي ما عندهم ممكن أصلا أي التزام بالمسائل الدينية، ممكن يوالم يشرب حليب منا ويشرب منا نبيذ، هذا الحرام نستجير بالله، فهذا يولد عنده شنو هو؟ مرض النقرس. وبعد من جملة الأسباب لإيجاد النقرس الجماع مع امتلاء المعدة، كثير ما ذكرنا هذا المعنى، والعروق ممتلئة. جاء في الرسالة الذهبية عن الإمام الرضا سلام الله عليه قال لا تقربوا النساء من أول الليل صيفا ولا شتاء، وذلك لأن المعدة والعروق تكون ممتلئة وهو غير محمود، ويتولد منه القولونج. نعم.
وبعد والفالج وبعد واللقوة والنقرس. نعم. اللي التفت المشاهد الكريم لا يتقارب المقاربة الزوجية وهو في أول الليل. فكما أشرنا أو سنشير إلى هذا المعنى أنه الأفضل أن يكون في الهضم بعد الهضم الثاني، لأن الهضم الأول في المعدة، الهضم الثاني في الكبد، الهضم الثالث في العروق، والهضم الرابع يكون في الأعضاء. فإذا متى نتقارب؟ يكون تقريبا 3 إلى 4 ساعات بعد الأكل الإنسان يستطيع أن يتقارب المقاربة الزوجية. أحسنتم سماحة الشيخ، بارك الله بكم. نعم. سماحة الشيخ، الكثير مما يتساءل، هل هذا المرض مختص بالرجال فقط؟ نعم. أم بالنساء؟ بدقيقتين سماحة الشيخ ولو بإيجاز قبل الفاصل إن شاء الله. شوف، أن النقرس يعني يحدث عن فضول، تجتمع هذه الفضول في البدن، البدن تريد ترتاح من هذا الفضول الذي هو معلق في دم الإنسان. وين تدفعه؟ تدفعه إلى أطراف البدن. نعم. وأبعد مكان البدن وين يكون؟ أقدام البدن. ولهذا الإنسان الذي يبتلي بالنقرس يبتلي بأقدامه، لأن البدن أكو فضولات بالدم تدفعها إلى الأطراف البدن وهو القدم. لكن بما أن هذه الفضولات موجودة في الدم، المرأة أقل تبتلي بهذا المرض. لماذا؟ لأن عندها الدورة الشهرية. نعم. يعني من خلال النزيف الدم الذي يوجد في الدورة الشهرية، هذه الفضولات تندفع من خلال الدورة الشهرية، ولهذا النساء أقل يبتلن بهذا المرض. لكن لا نقول أن النساء أبدا لا يبتلين بهذا المرض، بالأخص المرأة إذا وصلت إلى سن اليأس بعد ما عندها دفع الدم، ما عندها الدورة الشهرية، ممكن من بعدها تقوم تبتلي بهذا المرض. فإذا هذا المرض أكثر الرجال يبتلون به، والنساء ما دام عندهن الدورة الشهرية أقل يبتلن لأن دفع موجود. ولكن بالنسبة إلى المرأة إذا انقطعت الدورة الشهرية ممكن تبتلي بهذا المرض. أحسنتم سماحة الشيخ. نطلع فاصل إن شاء الله ونرجع لخدمتكم باقي المشاهدين. فاصل قصير ونواصل إن شاء الله. حياكم الله أحبائي المشاهدين ومشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، متواصلين معكم وبرنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس، حياكم الله سماحة حبيبي، الله يحفظكم إن شاء الله. ذكرنا سماحة الشيخ قبل الفاصل أسباب الابتلاء بهذا المرض، وهل هو مختص بالرجال فقط أم بالنساء، وأجبتم سماحتكم بارك الله بكم. نأتي إلى فقرة علاج هذا المرض. نعم. سماحة الشيخ، اللي المشاهدين متشوقين أكيد لسماع العلاج. أما بالنسبة إلى علاج هذا المرض الذي ورد عن روايات أهل البيت سلام الله عليهم، أفضل العلاج له هو مذكور في الروايات، هو التين. نعم. التين، وما أدراك ما التين، كما جاء في كتاب مكارم الأخلاق عن أبي ذر الغفاري قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبق عليه تين، فقال لأصحابه: كلوا، فلو قلت فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه. ما شاء الله. لأنه فاكهة بلا عجم، يعني ما بها نواة مثل التمرة. نعم. فإنها تقطع البواسير وبعد وتنفع من النقرس. ما شاء الله. هذا التين. وإلا إذا أنت تجي إلى قضية التين ومنافع التين، إلى ما شاء الله في الروايات كما تذكر التين ومنافع التين، نذكر بعض الروايات. نعم. لا بأس، كما هاي الرواية اللي قرأناها الآن. قال رسول الله: كل التين الرطب واليابس. نعم. فإنه يزيد في الجماع ويقطع البواسير وينفع من النقرس والأبردة. قال: من أراد أن يرق قلبه فليدمن أكل البلس، وهو التين. نعم. وبعد عن أمير المؤمنين أنه قال: أكل التين يلين السدد، وهو نافع لرياح القولونج، فأكثروا منه بالنهار وكلوه بالليل. نعم. كثر من عنده بالنهار وأكل من عنده بالليل، ولا تكثر منه. قلل بالنهار، كثر بالليل أكل، لكن
قليل لا تكثر. في رواية أخرى كنت بخراسان، الراوي يقول أيام الرضا عليه السلام والمأمون، فقلت للرضا يا ابن رسول الله ما تقول في أكل التين؟ فقال هو جيد للقولونج فكلوه. المهم أن التين له منافع كثيرة، لكن العلاجات الكثيرة اللي ممكن من خلال التين ممكن نحصلها، أولا أنه كثير الغذاء، فما دام هو كثير الغذاء فهو مسمن للبدن. ثانيا جدا نافع للضعف الجنسي، أن العوائل اللي مش عندهم بهذا الوادي مشكلة عليهم بأكل التين. وثالثا ملين ومسهل، ممكن بعض البطون ما تمشي عندهم، وتدري أن وجود المدفوعة جلكم الله في البدن يولد الأمراض، ولهذا ورد معروف كلام معروف حتى عند الحديث الأطباء معروف أن اليبوسة هي أم الأمراض، يعني ما دام يبوسة موجودة في البدن المرض ما يطيب عندك، كن ترفع اليبوسة. وأفضل علاج له أن تستخدم ماذا؟ تستخدم التين، وعليك بالتين فإنه ملين ومسهل، بالأخص السكري. السكري يبتلي بقضية اليبوسة في البطن، البطن ما تمشي عنده، وتعرف أن السكري أحد الأمور اللي مبتلي بالسكر هي قضية اليبوسة، يعني البرودة والجفاف تكثر عند الإنسان وتجي له قضية السكر. فإذا تريد ترتاح من هذا المرض، أعاذنا الله من هذا المرض، تريد ترتاح من هذا المرض عليك بدفع اليبوسة عن البدن. نعم. فإذا هو ملين ومسهل، جدا جدا نافع للقولون. ما شاء الله. اللي مبتلي بمرض القولون عليه بأكل التين، نافع للكلية يسخن الكلية، جدا جدا نافع للبواسير. هذا اللي مبتلي بمرض البواسير، استجير بالله، اللي مبتلي بالبواسير عليه بأكل التين لأنه جدا قاطع للبواسير. جدا نافع لعسر البول، يعني البروستات، نافع للبروستات، لالتهابات البروستات. نافع للخفقان، اللي عنده خفقان في قلبه، دقات قلب سريعة عنده، هذا يأكل يومية سبع تينات، سبعة من التين يأكلهن يومي، ما يفرق الآن. نافع للأمراض الناشئة في الدماغ، الأمراض الناشئة في الدماغ جدا نافعة. كذلك جدا نافعة للرابو، هذا اللي عنده ضيق في النفس، اللي العلاج الجيد للشخص اللي عنده ضيق في النفس أن يأكل من التين. فإذا التين له هذه الفوائد، ومن جملة الفوائد أن الإنسان يأكله لمرض النقرس. أحسنتم، بارك الله بكم سماحة الشيخ، ذكرتم كل هذه الفوائد للتين، وأيضا هناك سورة في القرآن الكريم مختصة بالتين والزيتون. نعم، بارك الله بكم. وطور السنين وهذا البلد الأمين. أحسنتم، بارك الله بكم. هل التين الذي وصفتموه سماحة الشيخ يؤكل يابس أم طازج؟ يعني أحسن. نعم. ماكو فرق، كما أن الروايات التي وردت عن أمة أهل البيت توصي في قضية التين تقول كله يابسا أو رطبا. نعم. لذا ورد في المكارم روا كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل التين الرطب واليابس. ماكو فرق، شنو الرطب شنو اليابس، فإنه يزيد في الجماع ويقطع البواسير وينفع من النقرس والأبردة. ولذا جاء في طب النبي للمستغفري عن النبي كل التين فإنه يقطع البواسير والنقرس. الآن ممكن المشاهد الكريم يقول بويا هذا التين اللي وصفته إنه هذا التين هو قاطع للنقرس، لو مجرد مسكن للنقرس ما يخلي يتوسع المرض أكثر من هذا المعنى. نعم. نقول أن هذه الرواية تقول كل التين فإنه يقطع البواسير والنقرس، يعني أنه علاج أساسي. ما شاء الله. علاج أساسي للنقرس، بل يدفع، بل الإنسان حينما يبدأ بأكل هذا التين، بس إذا على الدوام يأكل يومية سبع تينات، يعني نعم. سبعة العدد بهذا المقدار، ويستمر بأربعين يوم إلى 120 يوم يستمر عند استمرارية في قضية التين. فإذا هو ليس مسكن. المقاطعة ذكرت في حلقة سابقة أنه أيضا
للكلية يعني هم بفائدة. نعم نعم. وذكرتوا أصوات الخطباء أو الرواديد. أي يعني أي. أنا شفت أحد خدام سيد الشهداء من الرواديد. نعم. كثير ما يأكل التين اليابس. آه. سألت السؤال قال زين للصوت. بس حقيقة ما أدري فلسفتها يعني شنو. هسه من خلال حضرتكم يعني بين أنه للكلية والكلية لها أثر على الصوت. نعم الكلية لها أثر على الصوت. لكن هو نفس التين له هذه القابلية حيث أنه يقطع البلغم. ما شاء الله. لأن البلغم إذا اجتمع على الأتوار الـ الوتر لا. الصوتي الأوتار نعم. الأوتار الصوتية نعم. يسبب أن يوجد نوع من الثقل في الصوت. صحيح. ولهذا التين هو نافع من حيث أنه هو حار وجاف، الحرارة والجفاف أمام البرودة والرطوبة. نعم. فإذا هو من هذه الناحية أنه نافع للصوت. نعم. نافع للصوت حيث أنه قاطع لل... أيضا يزيد الشحم مع الكلية شيخنا أو لا يسخن الكلية يسخن. نعم. ويمنع الكلية عن أن يذوب هذا الشحم أطراف الكلية. نعم. فإذا هو من حيث هذا ممكن بالأسباب يعني ما هو أثره يكون بصورة مباشرة. نعم. لا أنه يكون بالسبب أن نافع ينفع الصوت من خلال دفعه للبلغم. أنا أقول أنه يدفع البلغم وهو نافع من هذا اللحاظ إلى الصوت. الآن نحن عندما نأتي إلى التين فهو قاطع للنقرس، ليس مجرد مسكن كما يأخذون العلاجات الكيميائية كثيرها تكون حالة من التسكين ليس العلاج الأساسي. صحيح. صحيح. وإن كان علاج في بعض الأحيان وتهديم في بعض الأحيان، يعالج المرض جانب ويخرب الكلية أو يخرب المعدة أو يخرب الكبد، وهكذا من الأمراض الناتجة من كثرة استخدام العلاجات الكيميائية. صحيح. وهذا مشهود عند كثير الناس حتى أطب الحديث قائل بهذا المعنى. من جملة الأمور النافعة للنقرس الحجامة. كما قلنا أن مرض النقرس هو من الأمراض الحارة، نقول أن الحجامة طبيعتها باردة ورطبة. كم مقدار تبقى لنا من الوقت؟ حتى 8 دقائق سماحة الشيخ إن شاء الله. نعم. الآن نحن عندما نأتي إلى الحجامة، الحجامة طبيعة الحجامة باردة ورطبة، يعني هي نافعة للأمراض الحارة والجافة أو الحارة والرطبة كذلك هم نافعة لهذه الأمراض. كما أن النقرس هو من الأمراض الحارة فالحجامة تكون نافعة لقضية النقرس. الآن باعتبار أن بالحجامة تخرج فضولات الدم، وقلنا أن النقرس ازدياد فضولات البدن في الدم يبقى معلق في الدم والبدن يدفع هذه الفضولات إلى أطراف البدن. نعم. لكن إذا تفتح مجال للحجامة وتأخذ مقدار من الدم هذا ينفع في تقليل هذه الفضولات وترتفع عندك حالة النقرس بتدريج، يعني ما هو مرة واحدة. باعتبار أولا محل الحجامة وين يصير لقضية النقرس؟ أولا الحجامة بين الكتفين. نعم. ثم الحجامة على العصعص أي أسفل الظهر. نعم. وثالثا الحجامة على الكعبين، على الكعب هناك السوي يعني قريب من محل النقرس، محل النقرس. نعم. التي في مفاصل الأصابع. نعم. هناك قريب من محل النقرس. الآن ممكن هذا ما يرتفع عندك بقضية، الآن في قضية الحجامة، الحجامة أنواع، يعني عندنا نوع الحجامة الوقائية. يعني الإنسان صحيح سليم ما إلى أي مرض، لكن بالسنة أقلا يحتجم مرة أو مرتين أو ثلاث، يزيد في نشاط الجسم، يزيد في نشاط الجسم. ولهذا بحسب حالات الشخص وبحسب مزاج الشخص كن نشخص أن هذا الشخص هل الحجامة نافعة له أم لا، لأن بعض الأشخاص ممكن الحجامة مضرة له. لهذا لابد من تشخيص هذا الحالات الشخص حتى نعرف أن الحجامة نافعة له أم لا، بالسنة مرة مرتين ثلاث أربعة خمسة بحسب حالات الشخص. هذا الحجامة الوقائية. عندنا الحجامة العلاجية مثل هذا نقرس، نريد نعالج النقرس، فإذا الحجامة العلاجية لها مكانات مشخصة. الحجامة الوقائية تكون بين الكتفين على الكاهل كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحجامة العلاجية تقتضي أمكنة خاصة كما ذكرت لكم بين على العصعص أو على الساقين
أو على الكعبين بذاك المكان الإنسان يحتجم. فلذا لابد أن يراعي الشروط، الزمان، يراعي المكان المحجمة الذي يريد أن يحتجم بها. فإذا هذه الأمور لابد أن يلتفت لها إليها. وعندنا حجامة تقال حجامة لتبيغ الدم، يعني إذا ازداد الدم. وعلامة ازدياد الدم هو أن يحمر الوجه، يشوفوا أن وجهه صار محمر. بعد تجي له الحكة، تجي له كثرة النوم، تجي له الكسالة، تجي له خروج البثور على الجلدة. شوفوا أن بثور هالحب يخرج على جلدة الإنسان، هذه علامة ازدياد الدم. فعليك بالحجامة إذا رأيت هكذا علائم على الجسد، على البدن، فإذا عليك بالحجامة. أحد العلائم دوار في الرأس، كأنه يحس دائخ الإنسان، دوار برأسه، هاي يتبين مع تلك العلامة، مع احمرار الوجه يتبين أن هذا يقولون لتبيغ الدم. يحتجم في أي ساعة ولا يراعي فيها شروط الحجامة، بأي ساعة إذا حدثت على الإنسان هذه العلائم وهو علامة تبيغ هيجان الدم، فإذا عليه أن يحتجم. الآن هذه الحجامة التي قلنا أنها للنقرس ما ترجع إلى العلاج، وهو لابد أن تراعي فيه الشروط، الساعات الخاصة، المكان الخاص، والشخص لابد أن تراعي فيه الحالات. لكن وبعد من الأمور التحذر مما قلنا وأسباب إيجاد النقرس، هم يكون يتحذر من عدن حتى يشوف النتيجة. كذلك يقلل وجبات الطعام، يعني تغدى وتعشى ولا تأكل بينهما شيء. كذلك الصيام جدا نافع لقضية النقرس، كذلك نافع الصيام. بحسب التجربة أن تقليل وجبات الطعام يساعد على قضية العلاج بسرعة إن شاء الله. بارك الله بكم، أحسنتم سماحة الشيخ، الله يطول في عمركم إن شاء الله. بأربع دقائق سماحة الشيخ، هل يوجد علاج آخر للنقرس بحسب التجربة؟ نعم، عندما نقول بحسب التجربة يعني استفدنا من عمومات التي وردت في روايات أهل البيت، يعني هو أصله من روايات أهل البيت، لكن بالصراحة ما جاءت هذه الصراحة لهذا العلاج مثلا، لكن بحسب العمومات والتجربة، يعني هو استنتاج، استنتاج من مدرسة أهل البيت سلام الله عليه. أولا نفس ما ذكرنا في قضية الحجامة والأمكنة التي قلنا. ثانيا ليلية قدح من السكنجبين، السكنجبين جدا نافع لهذا المرض كما رأيناه في التجربة. جزئين عسل، شلون تصنع السكنجبين؟ جزئين من العسل، جزئين عرق نعناع، وجزء واحد خل العنب الطبيعي، تخلطهن ثم مقدار قليل تضعه في القدح والصبع عليه الماء وتخلطه وتشرب بالليل قبل النوم، وهذا نافع جدا كما رأيناه في التجربة. ثالثا استخدام العلاق، العلق الآن في رواية أهل البيت ما جاية، يعني إلا رواية واحدة ومن أبناء العامة في رواية أهل البيت قضية العلق، لكن بالتجربة الآن هناك أمكنة متعددة يداوون أو يعالجون المرضى بواسطة العلق. العلق هي نوع من الدود، نوع من الدود، وهذا إذا تضرب بالنت تكتب كلمة العلق تجي لك الصورة ومنافعها وكثرة منافع موجودة في قضية العلق، وجدا نافعة لمرض النقرس. يعني إذا ما شفت النتيجة من الحجامة، المرتبة الأخيرة تروح إلى قضية العلق. العلق فهو نافع، وهو الأصبع الكبير، تخلي وين العلق؟ العلق يتخليه على الأصبع الكبير. رابعا تنقية الكبد، الكبد يكون تنقيه من الجراثيم، من الميكروبات، من الزوائد، ينقى الكبد. تنقية الكبد والدم بالأطعمة التي نافعة في هذا الأمر، مثل الخس هو يصفي الدم ويعين الكبد لتنقيته. كذلك الشيطرج كذلك نافع لتنقية الدم. كذلك العناب، العناب جدا نافع لقضية تنقية الدم وتنقية الكبد. كذلك اجتناب عن الأطعمة المقلية بالدهن، الدهونات اللي موجودة، الزيوت اللي موجودة في الأسواق فهي غير صالحة. الشخص اللي عنده نقرس يكون يجتنب هذه الدهونات. كذلك اكثر من الخضروات، شقد ما يقدر يكثر من أكل الخضروات،
كثير ما يأكل الإنسان الخضروات، فهو نافع نافع جدا لقضية علاج النقرس. أحسنتم سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم. ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس الحسائي، شكرا لكم. الله يحفظك وإيدك إن شاء الله. الله يبارك. نعم أحبائي المشاهدين، للتذكير كما عودناكم في نهاية كل حلقة أن نذكركم بالصفحة الموجودة على الفيسبوك باسم خادمكم الإعلامي أو الرادود والإعلامي حسين الأمير، لأي أسئلة أو أي آراء أو استفسارات حول البرنامج نحن في خدمتكم إن شاء الله. ختاما تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أحسنت.